بين هذه الأسوار القديمة، وفي اليوم الأول من شهر رمضان تجتمع نساء قرية عندوز اللواتي لا يزلن متمسكات بعادتهن وأصالتهن من أجل إقامة بما تسمى بالتويزة لتحضير السفة تارشتا والمقطفة، وهي مؤونة عائلتهم خلال الشهر الفضيل. نوجد رمضان تويزة نتلايم وقعها كنديرو كل يوم وحدة، نديرها هكذا المقطفة نعاودو وحده ونعاودو الغدوه وحده مقطفه ونديرو هكا تويزه ماشي زعما واحد ولا هكا نتلايمو. هذه كنا نديرو هذه تارشتا بكري والجدود نتاع بكري كانوا يلتموها كانوا ويخدموها ويديروها في رمضان ويفرحوا بها فتلوها ويبسوها ويبقاو يديروا في رمضان بها. كانوا ذاك الوقت يديروا لا حليلة لا والو، كانوا يديروا تارشتا يديروا مقطفه ولاده. نتلاقينا في نهار اليوم مبارك ان شاء الله ورحنا نديروا الصفاق تقالي تاع بكري نديروها بالاخر تقالي تاع بكري يديروها بالبيض والاخر والدهان نفتلها بالله نفتولها تاع الليد. هي عادة متأصلة ضاربة في جذور التاريخ توارثتها الأجيال من أجل المحافظة على هذا الموروث الشعبي، حيث تجتمع النسوة في أحد أعرق البيوت بالقرية مرددات مدائح وأغاني شعبية محضرات بذلك مأكولاتهن التقليدية. بسم الله بهادي تاول. اليوم بمناسبة شهر رمضان في أول يوم اجتمعت نساء القرية في أقدم منزل هنايا باش يديروا التويزة، والتويزة لهنايا في الأكولات التقليدية اللي منها كما تارشتا المقطفة، هذو الأكولات القدام تاعت لمسان اللي براسك انتصرت دروك. احنا الهدف من هذا الشيء انه هذه العادة تقعد. عودة مثل هذه العادات والتقاليد إلى الواجهة والاهتمام بها من شأنها تأمين مصدر غذائي صحي للمواطن، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي تكثر فيه الأطباق وتتنوع.